السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا الفيديو يقول: كم يوم حاصر الرسول يهود بني النضير؟ طبعا كانت هناك معلومات حول هذه المعركة، أضف إلى معلوماتك حول هذه المعركة أن هذه المعركة طبعا معركة بني النضير حدثت في السنة الرابعة للهجرة، وقعت جنوب المدينة في منازل بني النضير، وطبعا بلغ عدد اليهود 1500 يهودي. والإجابة الصحيحة هو في 6 أيام.